صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأفاضل، إن تدهور أحوالنا في شتى المجالات قد يعود إلى تدهور علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتنا كذلك مع القرآن الكريم. فرغم اهتمامنا بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا وفهما، لكن روح القرآن الكريم غائبة للأسف في أقوالنا، في أعمالنا، في أخلاقنا وفي سلوكياتنا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد كذلك الجماعي وعلى صعيد الأمة. وبالتالي أكيد هذا سابقا عندما نشاهد يعني سلوك المسلمين، كان القرآن الكريم أكيد أثر في سلوكهم، في أقوالهم وفي أفعالهم، وكذلك كان دافعا أساسيا لبناء الحضارة. إذن مشاهدينا الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بإذنه تعالى نعمة وبركة القرآن الكريم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. نحدثكم مشاهدينا الأفاضل عن عالمية القرآن الكريم، حيث هو كتاب للإنسانية كلها، فقد خاطب الله سبحانه وتعالى به البشرية جميعا، فلم يقيد لا بمكان ولا بزمان ولا بجيل محدد، فهو موجه للبشرية جميعا. فخاطبنا الله سبحانه وتعالى حتى ينظم وحتى ييسر حياتنا في شتى مجالاتها من خلال العبادات الحكيمة والأحكام الرفيعة، وكذلك من خلال الأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقنا عملا صالحا ومتقبلا بحول الله. أذكر الصباح ثم نعود. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أهلا بالجميع. مشاهدينا الأفاضل، ما من أمر أمرنا به أكيد وحثنا عليه ديننا الحنيف إلا لأن فيه منافع وفوائد لنا، وما من أمر نهانا عنه إلا لأن فيه أكيد مضرة لنا، وبما في ذلك أكيد الرضاعة الطبيعية التي أكيد لا يقتصر دورها فقط على تغذية الطفل وأيضا على تعزيز صحته، وإنما أكيد تساهم إسهاما فاعلا في تعزيز صحة الأم ووقايتها من الإصابة بسرطان الثدي، وهذا وفقا لما تؤكده أكيد مختلف الدراسات العلمية التي أجريت في مختلف المعاهد الطبية والعلمية، التي أكد خبراؤها بأن دائما الرضاعة الطبيعية تساهم في تقليل معدل خطر الإصابة بسرطان الثدي. في هذا الصدد مشاهدينا الأفاضل، وتزامنا مع أكتوبر الوردي، سنحدثكم بحول الله عن علاقة الرضاعة الطبيعية وسرطان الثدي. وأمام الارتفاع مشاهدينا الأفاضل، الارتفاع الهائل لحوادث المرور، هذه الحوادث التي لا تزال تسجل للأسف حصيلة كبيرة في عدد الوفيات التي أودت بحياة الكثيرين. أكيد سنحدثكم عن موضوع السلامة المرورية دائما من أجل اكتساب ثقافة مرورية مجتمعية تحد من هذه الجرائم. أيضا مشاهدينا الأفاضل، ولأن العمل الخيري والتطوعي هو أكيد سلوك إنساني
مدني وحضاري يساهم ويسعى إلى خلق روح إنسانية وتعاونية. سنستقبل كذلك واحدة من الجمعيات الجزائرية الناشطة في مجال العمل الخيري والإغاثي دائما في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية والمرافقة أيضا للعائلات المحتاجة والمعوزة. سنستقبلها وسنتحدث كذلك عن نشاطها الخيري. ونحن دائما مشاهدينا الأفاضل في شهر الأنوار، وهو الشهر الذي ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد النور الذي أشرق على الإنسانية والذي أضفى على البشرية سحائب الخير والسلام والرحمة. سنحدثكم بحول الله عن هذا الموضوع. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ البشرية بعد قليل. صباح الخير الأستاذ عبد النور بهياني، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة فاطمة، سلام الله على مشاهدين الأعزاء. سلام تهديه غدو إلى رواحي، سلام آناء الليل وأطراف النهار، سلام عطره محبة وعبقه أخوة وأريجه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله. أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم. أكيد عندما أستاذي الكريم اعترف الجميع، اعترف القريب والبعيد، الصديق والعدو، بأمانة وبصدق وبشهامة وبملوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باعترافات الغرب، باعترافات غير المسلمين. واليوم كذلك شبابنا اليوم المنبهر بالحضارة الغربية، نقول له حتى الغربيين اليوم هم مندهشون ومنبهرون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الشخصية العظيمة، حتى أنهم كتبوا المؤلفات والمقالات والإصدارات حول هذه الشخصية العظيمة. نعم، بداية أبدأ فأقول أستاذتي الفاضلة، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله ولاه ما يهواه من رتب، وزاده رفعة في العلم والأدب. نعم، وجاءته دنيانا بلا تعب، وعاش فيها قليل المال والنشب، وراودته الجبال الشم من ذهب، عن نفسه فأراها أيما شمم. نبينا عليه الصلاة والسلام رجل ولا كل الرجال، رجل بحق، رجل زكاه الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن، في أخلاقه، في كل ما أمره الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان مميزا بحق، ولا يزال الرجل المميز لحد الآن، لأن الله عز وجل بعثه بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط المستقيم. حتى عندما نتكلم عن القدوة والأسوة، يقال بأن الأسوة تعني بأنه معصوم من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يختص بها إلا النبي. أما القدوة فمتوفرة للجميع، كل إنسان يعني يعرف قدره ومكانته، يستطيع أن يكون قدوة للآخرين. عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن ذاك الرجل الذي أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط المستقيم. قال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو القائل عنه كذلك في آية أخرى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحن كمؤمنين، أو نحن المؤمنين بحق، لا نحتاج إلى ما وصل إليه الغرب، فقط قد يستأنس به من أجل إقناع من يبحثون عن الأمور المادية، لكن نحن نجد أن في قرآننا وفي ديننا أنه لا يصلح إيمان الواحد منا إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه. فهو القائل النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكمال إيماننا هو بمحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. وهنا أستاذي الكريم في هذه النقطة بالذات على كل واحد فينا أن يسأل نفسه، هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده وحتى من الأمور أستاذي الكريم، من الأمور المادية، من مطامعه، من مكاسبه، من وظيفته، من أمواله وغير ذلك. كذلك أستاذي الكريم ننصر النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط في إطلاق اسمه صلى الله عليه وسلم على أبنائنا وعلى أولادنا، وإنما كذلك تربيتهم على نهجه وعلى هديه كذلك، من حتى يكون هؤلاء الأطفال أصحاب قلوب حية وأصحاب عقول ذكية وأصحاب كذلك جوارح طاهرة وإيجابية وفعالة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. عندما الواحد منا يقول بأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون على أخلاقه وعلى منهجه. لا نستطيع أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم سيجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا. هل تراك يا من تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مع نفسك، صادقا مع ربك، صادقا مع إخوانك؟ فإذا كنت على هذا الأمر فاحمد الله جل وعلا وقل فعلا بأني محب للنبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح، كان يصفح عن الآخرين. يأتيه ملك الجبال عندما ذهب ليدعو أهل الطائف، فيقول له هو سيدنا جبريل عليه السلام: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي فجاءه من يريد نصرته، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. نحن في علاقاتنا مع بعضنا البعض قد نظلم بعضنا البعض، قد نؤذي بعضنا البعض، قد نتأذى كذلك من الآخرين. المسلم يعني يؤثر ويتأثر، أو الواحد منا يعايش الآخرين. هل ترانا حينما نؤذى نصبر ونحتسب ونجعلها لله كما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أم ترانا نبحث كيف ننتقم من الآخرين؟ إن وجدنا أننا نصبر ونحتسب فهذا شيء جميل ونثني عليه ولا بد أن نواظب عليه، لكن إن وجدنا عكس ذلك فعلى الإنسان أن يكون على قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو نهانا عن الغل ونهانا عن الحسد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عديدة: لا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم، إلى غيرها. مهم جدا. كذلك أستاذ الكريم كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي بين لنا المنهج الصحيح، حيث عندما هاجر من مكة إلى المدينة بنى المجتمع على 4 أركان متينة وأساسية. بدأ أولا بتشييد المسجد كدلالة على الحياة الروحية، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار كدلالة كذلك على أهمية العنصر البشري الموجه والموحد، أيضا يعني موحد في الوجهة وأيضا في القلوب في القلب. كذلك أستاذي الكريم قام بافتتاح السوق، وهذا كذلك دلالة على التكامل بين القوة الروحية والقوة المادية، وبين الصلاة في المسجد وأيضا والعمل. التجارة في السوق. أيضا ختم كل هذه المحطات بإعداد وثيقة المدينة، وهي أكيد دستور الذي ينظم العلاقات الفردية والعلاقات الجماعية والعلاقات الداخلية، العلاقات الخارجية، والمبنية أساسا على العدل وكذلك الحق. ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بما نصر به بداية هو نفسه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: أحد من دخلوا في الإسلام ما دخلت في الإسلام إلا بتبسم محمد. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجذب الآخرين ويرغبهم في الدين. أبا لهب يقول: ذبحني محمد بأخلاقه. الله عز وجل في القرآن الكريم زكاه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام في البداية كان ناصرا لهذا الدين الذي جاء به. فإذا أردنا أن ننصر هذا الدين كذلك لابد أن نكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننتصر لأنفسنا وإنما ننتصر لديننا. ونجده كيف بعث الأخوة والمحبة عندما هاجر من مكة إلى المدينة. فأول ما ذكرته هو بناء المسجد، والمسجد دائما هو قلعة من قلاع الفكر والذكر والتعاون على البر والتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه أصحابه ويخاطب فيه أهل المدينة. فالمسجد
له دور هام في المسجد، فالقلب النابض لكل حي أو لكل قرية هو المسجد، والقلب النابض لكل مسجد هو كذلك التعليم القرآني والدروس وغيرها من الأشياء التي نبعثها في بيوت الله جل وعلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام وازن بين الدنيا وبين الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فكذلك نظم السوق سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال أول شيء دلوني عن السوق. عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يتقاسموا مع المهاجرين ديارهم ومتاعهم إلى غير ذلك، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان حظه ربما شيء فيه شيء من الطرفة أو شيء من المميز، فقد جاءه واحد من الأنصار قال له عندي زوجتان اختر أحدهما أو إحداهن أطلقها وتزوجها واقسم معي كذلك البساتين. فسيدنا عبد الرحمن أبى، قال دلوني فقط على السوق، وبدأ التجارة. حتى عنده قاعدة جميلة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني كان صاحب مال وجاه وبدأ من الصفر. عندما سألوه ما سبب هذا الغنى، أولها هو التوكل على الله، وثانيا قال كنت كل شيء أبيع وأشتري فيه حتى بالربح القليل، كما احنا في زمننا اليوم يقول لك اكسب مشتري مشي دنانير. فهو كان يكسب، عنده قاعدة تجارية كبيرة، لذلك نمت تجارته وكان يعني صاحب خير وصاحب جاه الى غير ذلك. ومعروف سيدنا عبد الرحمن بن عوف انه كان مميزا، وكان كذلك ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام اعطى لأصحابه في ذاك الزمان، ومن ثم كذلك لنا أعطاهم مفاتيح هذه الدنيا وأعطاهم كذلك مفاتيح الآخرة. فالذي يشتغل بالدنيا فعليه بالعلم، ومن الذي يشتغل بالآخرة فعليه كذلك بالعلم، ومن يريدهما معا كذلك فلا بد من العلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء معلما وموجها ومرشدا ومبينا للناس ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. فقط الواحد منا يرتب أولوياته، قال له ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وفي آية أخرى قال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فدائما كل ما أمدنا الله عز وجل به لابد أن نفعله من أجل الآخرة. نعم، مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، من حين لآخر تظهر بعض حملات الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولديننا الحنيف من قبل أعداء الإسلام، سواء من خلال مثلا رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من خلال كذلك حرق المصحف الشريف. نحن كأمة مسلمة أستاذي الكريم وكمسلمين، ما الواجب شرعا تجاه هذه الأمور؟ وأيضا هل علينا كذلك أن نتوحد من أجل مقاطعة الدول المعادية للإسلام والتي تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، مقاطعتها اقتصاديا وتجاريا، حتى نفرض عليها أن تحترم الدين الحنيف وتحترم كذلك نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولما لا حتى نفرض عليها كذلك سنق قوانين لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم والاحترام الإسلام كذلك. نعم، قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا شك بأن الخير والشر هما خطان متوازيان لا يلتقيان، ومنذ أن خلق الله عز وجل الأرض وأوجد فيها آدم إلا ووجدنا الخير والشر. يعني كلما كان الإيمان قوي كان هناك الشر أقل، لكن كلما هناك كان أهل الإسلام يعني ليسوا في قوة يعني يكون هناك الإساءة إليهم إلى غير ذلك. فالذي لابد أن نشتغل عليه جميعا بأننا لابد أن نلجأ لله سبحانه وتبارك وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة. النصر لن يكون إلا بالتقوى، فإن لم يكن بالتقوى فللأقوى. فنجد سبحان الله أستاذي الكريم، يعني في كل ما تنظم هذه الحملات، حملات الإساءة لديننا الحنيف، في المقابل يزداد دخول الأجانب إلى الإسلام. نعم، نحن دائما نجد من يخرج من الإسلام إلى الكفر هم الضعفاء وقليل الدين، لكن نجد الآخر قد اجتهد وجاء للإسلام بقوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي كذلك في مكة أو في المدينة، رميت عليه سلى جزور، كسرت رباعيته إلى غير سب، شتم،
قيل بأن هذا القرآن هو أساطير الأولين إلى غير ذلك، لكن الله عز وجل ناصره. نحن اليوم حتى ننصر هذا الدين لابد أن نعتز بهذه الهوية. يعتز المسلم بإسلامه، يعتز بلغته، يعتز بوطنه، يعتز بكل ثوابته. فالإنسان عندما يعتز أو المسلم عندما يعتز بما حباه الله سبحانه وتبارك به، أكيد أن الآخر سيرهبه وسيبتعد عنه. لكن إذا المسلم يعني لا يعتز بهذا الدين ويتوق دائما لما جاء به الغرب، أكيد لن ينتصر، أكيد رح يكون ضعيف أمام الآخر. أباءنا وأجدادنا لما عرفوا بأن لهذا الدين مكانة، وهذا الدين العظيم، وعرفوا بأنه يجمع في جزائرنا الحبيبة، قال مفدي زكريا رحمة الله عليه: جمعنا لحرب الخلاص شتاتا، سلكنا به المنهج المستبين، ولولا التحام الصفوف وقانا لكنا سماسرة مجرمين. فدين الإسلام الذي ندينه هو دين وحدة، دين تآخ، دين تعاون على البر والتقوى، دين ينصر فيه الضعيف، دين يعطي كل ذي حق حقه. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر في أحد الأحاديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فنبينا عليه الصلاة والسلام وجهنا بأن لا بد للمؤمن أن يأخذ بالأشياء التي تكون بها القوة. يقوى المؤمن بإيمانه، قوي بماله، قوي بتجارته، قوي بإخوانه، قوي بكل الأشياء التي بها يكون المؤمن في رفعة، ويكون في المقدمة لا في المؤخرة. فقط علينا أن دائما عندما تأتينا هذه الذكرى، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق نحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل حين، في صلواتنا، في عندما نستمع الأذان، في طرقاتنا، دائما نسمع محمد، نسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نبعث الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقنا مع بعضنا البعض كمؤمنين، أخلاقنا مع غير المؤمنين كذلك. وفي نفس الوقت لابد أن نشمر على سواعد الجد، فالله عز وجل هو القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم عبد النور بهياني على كل هذه المعطيات الإيمانية. شكرا. ربي يحفظك أستاذ، أعانك. شكرا. مشاهدين الأفضل، الأبناء هم أكيد من أفضل النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، يختص بها من يشاء من خلقه حتى وإن كان فقيرا، ويمنعها عمن شاء من عباده حتى وإن كان غنيا. الحمد لله دائما وأبدا. الزميلة مريم إسماعيل تحدثكم عن زينة حياة الدنيا. شكرا. عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. الأبناء من أعظم نعم الله تعالى على عباده، هم بهجة الحياة وزينتها، حبهم شعور فطري مغروس في الطبع الإنساني. الأبناء منحة إلهية وهبة ربانية من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عبر عنها بالهبة: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. لا تكتمل هذه الزينة والبهجة إلا بصلاحهم واستقامتهم وحسن أخلاقهم، لذلك تعد تربيتهم مهمة شاقة وأمانة يجب تأديتها بإخلاص. اتقوا الله ما استطعتم، صفحات بيضاء يكتب الإنسان فيها ما يشاء، فلا ندعها إلى غيرنا يلطخونها، يفسدون أخلاقهم ويقودونهم إلى طرق أخرى لا يرضاها لهم من يحبهم من أمثالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أبنائكم وبناتكم قرة أعين وذخر. وضع الإسلام أسسا منضبطة لتربية الأبناء تربية صحيحة متوازنة. من هذه الأسس أنهم أمانة، وأي الأمانة والإنسان مسؤول عنها ومأمور بأن يقي نفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ليست مسؤولية الآباء والأمهات فقط تقتصر على ما يعتقده البعض الجانب المادي، يعني يوفر له المأكل، يوفر له الملبس، يوفر له الشيء الذي يطلبه وتنتهي عند هذا الحد. لا، الإنسان مادة وروح،
يعني الإنسان خلق ما خلقه الله سبحانه وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه، كما يلبي الأبناء الآباء والأمهات أولياء الأمور يلبون الجانب المادي، عليهم كذلك ألا يغفلوا الجانب المعنوي. الجانب المعنوي يأتي بالعلم، بالتربية، بزرع الأسس وقيم هذا الدين، أن يشغل أوقات فراغهم، لا يدعم لهم الفراغ، لأن الفراغ مفسدة للمرء وخاصة لهؤلاء الصغار، أي مفسدة حتى لا يتركهم فريسة. يا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، هذا الجيل وهؤلاء الأبناء الصفحات البيضاء نرجو خيرها، أمل هاته الأمة، خير هاته الأمة، هم المستقبل. إذا كنا نحن الماضي أو الحاضر فهم المستقبل، وكل الناس يرغب أن يكون خيرا من غيره إلا أبناؤه، يعني يأمل أن يكون أبناؤه خير منه، نحن نأمل أن يكون أبناؤنا خير منا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن نتقي الله عز وجل فيهم، نتقي الله عز وجل في اللقمة التي ندخلها إلى بطونهم، اللقمة الحلال يبارك الله عز وجل فيها. سلام عليكم. عليكم سلام. أهلا من جديد مشاهدينا الأفاضل، ووفقا للدراسات والأبحاث التي تبحث وراء العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وكذلك بين سرطان الثدي، العديد من الدراسات التي تؤكد دائما مشاهدينا الأفاضل ويؤكد من خلالها كذلك الخبراء على أن الرضاعة الطبيعية تساهم في تقليل معدل خطر الإصابة بسرطان الثدي. للحديث عن هذا الموضوع بأكثر تفاصيل سنستقبل دكتورة وطبيبة عامة بعد قليلة. سلام عليكم. عليكم سلام. باسمكم جميعا مشاهدينا الأفاضل أرحب بالدكتورة فريدة سير عربي طبيبة عامة، أهلا وسهلا بك سيدتي. أهلاً، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك في استوديو قناه القران الكريم. شكرا. سيدتي الكريمه، اكيد تعد ممارسه الرضاعه الطبيعيه من الامور البديهيه للام كونها اكيد هبه من الله سبحانه وتعالى للطفل الرضيع، ولكن من اعجاز الرضاعه الطبيعيه هي لا توفر فقط الصحه اللازمه للطفل، وانما كذلك ينعكس او تساهم في تعزيز صحه الام وفي وقايتها كذلك من الإصابة بسرطان الثدي، وهذا ما حسب ما أكدته الدراسات وحسب كذلك ما ستتفضلين به سيدتي الكريمة. مرحبا بك مرة أخرى. نتحدث بداية ونبدأ كسؤال أولي، نتحدث عن الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز صحة الأم بصفة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك الوجيه، علينا أن نأخذ الأمر باعتدال. نعم. وعلينا أن نقول حقائق علمية هادئة. صحيح. لأن يعني قبل أن نتكلم عن يعني فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة لهذا الورم الخبيث، نتكلم على يعني هذا الورم يعني دقيقة يعني فقط. في هذا الورم كان فيه أسباب ومسببات وتزامنا دائما مع أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. المشاهدات تحتاجنا أكبر قدر ممكن من المعلومات في هذا الشهر. بارك الله فيك. خذي راحتك. شكرا لك. إحنا الهدف ديالنا والرسالة الهادفة ديالنا هو التوعية. في ذلك احنا كأطباء علينا أن نقول حقائق لازم تكون يعني هادئة، يعني نوصلوا لكل مرأة، يعني لازم نوصلها مهما كانت الحالة تاعها، الوضعية تاعها الصحية أم نفسية. أولا بالنسبة للرضاعة، هذا مفروغ منه أنها لها فوائد كبيرة بالنسبة للطفل، لأنها أول حاجة لتنمي يعني أول عامل لتعطي الذكاء بالنسبة للطفل. الطفل الرضيع الذي يرضع من ثدي أمه ليس كالطفل الذي لا يرضع. ثانيا بالنسبة للأم، فهي فوائد كبيرة جدا. من بين هذه الفوائد أنها تحمي الأم من يعني من ورم إصابة. ولكن هنا لازم نقول حقيقة يعني علمية بكل هدوء، وهي أولا
أن لازم نعرف أن الورم هذا الخبيث فيه عوامل أو مسببات تكون متغيرة وفيه مسببات غير متغيرة. بالنسبة للمسببات الغير المتغيرة احنا ما نقدروا نديروا حتى حاجة بالنسبة لها، سا دوفيان امبريفيزيبل اي انيفيتابل، ولكن نقدروا ببعض الامور ببعض العوامل نقدر ندير دي فاكتور سكون ابل فاكتور بروتيكتور، نقدروا نحميو المراه على عن هذه الحاجه اللي تولي انيفيتابل اي امبريفيزيبل انها ما تحدثش مبكرا، وثانيا انها يعني حتى الورم اللي كاين يجي ما يجيش اغريسيف ما يجيش قبيح. نعم مفهوم نورمالمون هذا الامر من هذا ما يجيش قبيح بسبب الرضاعه الطبيعيه منهم من بين هذه الامور الرضاعه الطبيعيه. نعم. سي با الرضاعه الطبيعيه سي بارمي لي فاكتور بروتيكتور، يعني العوامل المحميه ولا الحاميه لظهور هذا المرض. احنا تكلمنا على حالتين، حاله ان هناك عوامل متغيره وعوامل غير متغيرة. بالنسبة للعوائم المتغيرة هي مثلا السمنة المفرطة، الأكل الغير الصحي، ومنها عدم الرضاعة، عدم الرضاعة الطبيعية. والأبحاث العلمية الحديثة والدقيقة برهنت على فائدة الرضاعة الطبيعية للأم باش يعني تنخفض نسبة معتبرة من يعني الإصابة بهذا الورم. نعم. ثبتت يعني هذه الأبحاث العلمية الحديثة والدقيقة أن هناك علاقة وطيدة بين انخفاض ظهور هذا المرض والإصابة كذلك به. يعني كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية كلما زاد التأثير الوقائي لهذا المرض. لو ام اس المنظمة العالمية للصحة حددت الزمن اللي هو 12 أشهر، أقل هو 12 أشهر، يعني المرأة التي ترضع أكثر من 12 أشهر ولكن نتفق على أمر الرضاعة يعني كاملة، يعني كامل يعني فهمتي 12 أشهر يعني يحمي المرأة من ظهور السرطان أو من ظهور سرطان قبيح، باسكو السرطانات هما أنواع كثيرة دونك وحنا يعني في ديننا يعني الحمد لله والنساء والوالدات يرضعن اطفالهن حولين كاملين اذا كانت يعني هكذا في معنى الآية، يعني حنا حتى حنا يعني في ديننا هذا الأمر مستحسن ولا هو ليس حتمي، وهذا نعمة من نعم الله. احنا دوك باش نتكلموا عن تانيت عن النساء اللي ما قدروش يرضعوا لازم تانيت حنا نخموا عليهم سي اون بارل كو سا بروتيج، لازم نخمو تانيت عن النساء هادو اللي لاسباب نفسيه او ضار مرضيه او اسباب اخرى تجعلها انها ما ترضعش. حنا نقولوا لهم يطمئنوا، يعني ماشي باسكو الواحد المراه ما رضعتش على انها حتميا حتمرض، كاين نساء ما رضعوش ما مرضوش وكاين نساء رضعوا ومرضوا. داكو حنا واش رانا نقولوا كوسيله وقائيه، حنا رانا من المستحسن نقولوا للأم رضعي صغيرك أكثر من 12 شهر، هذا راح يحميك من ظهور هذا المرض ويحميك مامي كان ظهر المرض ما يكونش قبيح. نعم فوالا مي سو ني باز اون غارونتي 100% انك ما تمرضيش، هذه لازم حقيقه علميه نقولوها، لكن ربما يؤخر هذا المرض ويهدن فوالا سي بارابور اسلا. نعم هذا من إعجاز الرضاعة الطبيعية. كذلك نتحدث عن دور إدارة التمريض، وهنا كذلك نتحدث عن دور الممرضات في تشجيع الأمهات في المستشفيات وفي العيادات بالرضاعة الطبيعية، هذا مهم جدا. طبعا نعم نوجه اكيد نداء ان صح القول نداء لكل الممرضات ولكل الطبيبات ولكل العاملات في الشأن الصحي الى تشجيع الامهات في سلك او في مصلحه الولاده على الرضاعه الطبيعيه، ولما لا تكون مثلا مستقبلا حملات تحسيسيه وتوعويه في هذا الشأن، يعني مهم جدا. كذلك نتحدث هل يمكن الاصابه بسرطان الثدي اثناء الرضاعه؟ طبعا هذا هو القول اللي قلت لك، هناك حقائق علميه لازم نقولوها، لان يعني
الرضاعة ما تمنعش إن الأم إنها يحدث لها هذا الورم. كاين نساء في أثناء الرضاعة وفي أثناء الحمل يمرضوا هذا المرض. وهل هذه الرضاعة تشكل خطر؟ يعني إذا كانت الأم مصابة بسرطان الثدي، هل الرضاعة تشكل خطر على صحة الطفل؟ لا تشكل لا على حياة الطفل ولا على حياة الأم. ولكن هنا الطبيب يعني المعالج آمنة. ولكن الطبيب المعالج هو اللي لازم يكون فيه متابعة بالنسبة هل ستكمل الرضاعة، وهذا بالنسبة للأم بالنسبة كمريضة يعني وليس كأم مرضعة. نعم، كذلك نتأهل أيضا تصوير الثدي مثلا بعد الإصابة بسرطان الثدي وأثناء الرضاعة هو آمن؟ هو آمن، ما فيش يعني خطورة، ولكن حنا واش باركونتر لازم نعرفوا المرأة كي يكون الثدي تاعها مملوء بالحليب يقدر التشخيص يكون خاطئ. لذا حنا واش نطلب المرأة قبل أن يكون فيه الأشعة يعني لا ماموغرافي افون دو بروسيد ا براتيكي لا ماموغرافي اون ديموند ا لا مامون دو فيدي سون سان، سيتادير نطلبوا من الأم أنها تفرغ يعني الثدي تاعها يا بالنسبة ترضع صغيرها كومبليتمون ولا بلا بومب هذيك باش تنحي هذاك الحليب. خاطر كي يكون يعني الحليب داخل الثدي هذا يمنع يعني التشخيص الكامل، سي سا بو امبيشي دافوار دي زيماج كوريكت. كذلك قلت قبل قليل على الامهات كذلك اللواتي اكيد يرضعن ابناءهن ان يلتزمن برضاعه تامه، هكذا ماذا تقصدين برضاعه تامه؟ ونحن في ديننا الحنيف يعني لابد الاستمرار في رضاعه الابناء لمده عامين كاملين. طبعا احنا الايه واضحه، حولين كامل لمن اراد ان يتم الرضاعه. احنا في ديننا سبحان الله العلي العظيم فيه ديما رحمه يعني الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الامهات رحمه وجعل في صدورها الحليب، يعني كله نعم ونعمه، وهذه النعمه هي للطفل كما هي للام. دونك ولكن فيه ديما احتمالات، ربي سبحانه وتعالى على باله واش خلق في الانسان، ما حتمش الامر، سو سون دي كومونداسيون يعني مستحسنه وليست حتميه، لان ايماجينو يعني الام تكون محتم عليها انها ترضع وهي مريضه، يعني عوامل نفسيه وعوامل جسديه كثيره تخلي هذه الام هذه تنضر نفسيا لانها ما رضعتش صغيرها، ربي سبحانه وتعالى عطى لها يعني لا بوسيبيليتي انها ما يعني البوسوفغي اتو مومون. ولكن علميا ثبت ان يعني 12 اشهر او اكثر هذا مفيد جدا للام، خاصه اذا كان تام، يعني سي اليتمون سادير يا با داليتمون فيكس ميكس باردون، ما فيش حليب اصطناعي يعني فوالا سادير في با طبيعيه فوالا رضاعه طبيعيه فوالا هذه هي. ولكن الطفل يبدا لا ديفيرسيفيكاسيون ا 6 موا، تفهموا سادير ماشي غير الحليب الام وحده، ا 6 موا الطفل لازم نبداو له الاكل تاعو العادي يعني الفواكه والخضر وبعض البروتينيات تو سا بور كومبليتي لاليتمون. هذا نعرفوا لا ديفيرسيفيكاسيون اللي تو اوبليغاتوار، ولكن لاليتمون ارتيفيسيال الرضاعه الاصطناعيه هذه يعني نحاولوا نساعدوا الامهات على انها يرضعوا كومبليتمون بالثدي تاعهم. نعم، لمن استطاعت طبعا، لمن استطاعت وتستطيع. كيف تساعدون الامهات؟ يعني هل تفكرون في خصوصا ونحن في شهر اكتوبر الوردي مثلا في تنظيم حملات توعويه وتحسيسيه بالاحتكاك المباشر مع الامهات؟ طبعا يعني في سائر مناطق الوطن هناك جمعيات، هناك حتى يعني جمعيات حتى بالنسبه في القاعات العلاج وفي قاعات متعدده الخدمات وحتى في بعض المستشفيات هناك حملات توعويه كثيره. ويعني الشيء اللي يعني المفرح المتفائل به درك ان النساء يعني حاليا هن التي يطلبن ذلك، يعني يبحثن عن ذلك، هناك توعية، هناك توعية أحسن من الأعوام السابقة يعني لي ديسيني بريسيدونت، وين المرأة ما كانتش كل
تقدر انها حتى تضع الثدي تاعها حاجه يعني فيها حياء ما تقدرش تتكلم أكيد. ولكن الان راهي تتقدم بنفسها للاطباء يعني عام ولا طبيب متخصص ولا حتى القابلات الذين يفعلن نشكرهم للعمل التي الذي يعملن به يعني هما اللي تقدموا تقولها ماذا بيا تعاونيني تعلميني الكشف الذاتي نعم كيفاش ندير الكشف الذاتي تاعي فوالا نعم مهم جدا كذلك ونحن دائما نتحدث عن الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي هل فيه كذلك من نصائح تقدميها للسيدات من أجل التشخيص المبكر من أجل كذلك مراجعة الأطباء خصوصا ونحن في شهر أكتوبر الوردي هي فرصة دائما لتذكير كل النساء بهذا المرض وبأهمية التشخيص المبكر طبعا شكرا لك لهذا السؤال ايضا كما سبقنا في الحديث تكلمنا عن العوامل المتغيره والغير متغيره هذه لازم النساء يعرفوا بها سي تري امبورطون كيل ساش كي دي فاكتور موديفيابل دي فاكتور نو موديفيابل لهنا هنا اللي نقدروا احنا التوعيه تاعنا لا سونسيبيليزاسيون ديالنا سي لا وين لازم تكون اولا بالنسبه للعوامل الغير المتغيره هي مثلا المراه التي لها طفره جينيه في الجسم نتاعها ما عندنا ما نديرو سي انيفيتابل مي قلنا بالعوامل المتغيره نقدروا نخفوا من هذا الظهور يعني ما نخلوش هذه الطفره الجينيه يعني انها تفرض نفسها اسكو سي كلير هذه وحده سي كلير ثانيا العوامل اللي سوابق عائليه يعني لي زونتيسيدون فاميليو اللي عندها خالتها ولا اختها ولا جداتها ولا مرضت هذا المرض هي لازم تكون يعني اكثر توعيه باش كيف تمنع يعني نفسها تحمي نفسها من ظهور هذا الورم هذه ثانيا وثالثا هناك عوامل شخصيه ستاجير المراه التي جاز عليها ورم مثلا في المبيض ولا في الرحم ولا عندها ان كونسير دو لوفير ولا ان كونسير دو لوتيروس دو لوندوميتر يعني هذه لازم تكون تستعمل هذه العوامل المتغيره باش تحمي نفسها ضد هذه العوامل غير متغيره دونك سي سون دو شوز كي سون ليي بالنسبه للنساء كي سون با توشي يعني كي من عندهم لا سوابق عائليه ولا سوابق يعني ذاتيه ولا يعني ما عندهاش طفره جينيه في الجسم تاعها هذا الامر ما نقدوش نعرفوه ديجا هذا الامور كاين عوامل بالنسبه للجميع المتغيره هي يعني الابحاث العلميه في العالم باسره تقول ان الرياضه وخفض الوزن والرضاعه الطبيعيه هاد الثلاث العوامل مهم جدا لعدم الظهور والانخفاض عندما يظهر يكون غير قبيح هذه يعني دراسه متاكده يعني حتميا الانسان يعمل رياضه ماشي بكونديسيون لازم تدخل دون اون سال دو سبور ولا المشيه 30 مينوت 30 دقيقه خمس مرات في الاسبوع ولكن ليس أن اي نوع من المشي المشي القاصد يعني كما يقول في لقمان عليه السلام لابنه اقصد في مشيك هذه اقصد في مشيك سادير سي اون مارش كي بيان ديفيني سادير تمشي 30 دقيقه ماشي تقبسي قدام حانوت لقيتي وحده راكي سلمتي عليها خصتي معاها هذه هي الرياضه ماشي بشرط تكون دون اون سال دو سبور تقدري ديري رياضه وحدك 30 دقيقه تمشي فوالا ثانيا الاكل الصحي اللي نقص منه الدهون والسكريات ولازم نعرف نقول لجميع الناس ان السكر اول غذاء بور لا تومور سي لو ميور اليمون دو لا تومور سيتادير لا تومور تتغذى سبيسيفيكمون بالسكر دونك تعطي لها السكر تغذيها اذا كانت راقده راح تفطميها كي تاكلي السكريات بزاف دونك نقصوا من السكر اذا كانت عندك خليه خليها ترقد فوالا نقصي السكر اذا كانت خليه ما تخليهاش تنمو داكور دونك هذه من الامور المتغيره اللي قادر اي انسان يغيرها في نفسه ولا في المجتمع ولا في المحيط اللي يكون عايش فيه هذه نقدروا نبازيو عليهم باش ربما وعلى انسان يحمي نفسه من ظهور هذا المرض نعم
شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة فريدة سي العربي طبيبة عامة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات الصحية المتعلقة دائما بسرطان الثدي، شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك معنا وعلى تلبيتك لدعوة قناة القرآن الكريم. شكرا لك وشكرا لقناة القرآن الكريم التي سمحت لي بأن أكون أساهمة ولو مساهمة بسيطة جدا في هذه حملة التوعية. نعم، أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة ومرحبا بك دائما في قناة القرآن الكريم. مشاهدينا الأفاضل، ولأن الإسلام أكيد نظام شامل ومنهج متكامل جاء لينظم حياتنا في شتى مجالاتها وحتى في المجال الغذائي. الغذاء في الإسلام بعد قليل. طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الدعوة على الطعام وعلى العقيقة وعلى دعوات المؤمنين، فإن ذلك من حق المسلم على المسلم ويزيد المحبة والمودة والألفة بينهم. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليد اليمنى ولا نأكل باليد اليسرى، لأنه من فعل الشيطان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. رواه مسلم. وإذا كنا أمرنا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين، فلا بد أن نأخذ باليمين ونعطي باليمين حتى نقفل كل باب من أبواب الشياطين. قال النووي: إن كان هناك عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض أو جرح أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. قال الطيبي: إن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله أي يعمل أولياؤه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن من عاداته صلى الله عليه وسلم حبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، فإنه ضار بالجسم، وكان لا يجمع بين حارين أي ساخنين، ويكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً، لأن النفخ من فم النافخ يكسبه رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وأن الأدب النبوي يدعو إلى التأني في الطعام والشراب حتى يصل الشيء إلى درجة حرارته الطبيعية، ولا باردين ولا سهلين أي كاللبن أو القشدة أو الحساء أو السمن، ولا قابضين كالموالح وما شابه ذلك، ولا غليظين كالأرز أو الخبز الجاف. ولم يأكل طعاما قط في حال شدة حرارته ولا شيئا من الأطعمة العفنة. وإن الجمع في الطعام بين نوعين متشابهين من حيث القيمة الغذائية وما فيها من بروتين له مضار صحية، من ناحية أن زيادة الكم من أي طعام تسبب أمراضا كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كل شيء قدم إليه ولا يعيبه، وإن كان لا يحبه لا يقرب منه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده. وهذا يدل على إباحته لأمته، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل بشراهة مثل ما يأكل بعضنا، ونجد من يأكل حتى تمتلئ معدته بالطعام فلا يجد مكانا للماء ولا الهواء، ولا يقدر على أن يتحرك من مكانه
كأنما شدت أطرافه إلى الأرض، كأنه لم يبق من الزاد على وجه البسيطة إلا ما قدم له، وقد نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. ومع الارتفاع الحاصل في حوادث المرور التي أودت بحياة الكثيرين، أضحى من الضروري دائما تعزيز ثقافة السلامة المرورية، والتي هي أكيد مسؤولية الجميع، لأن تحقيق ثقافة السلامة المرورية هي واجب شرعي وأخلاقي وقانوني ووطني وإنساني. نحدثكم أكثر في الموضوع بعد قليل. عليكم سلام. باسمكم جميعا المشاهدين الأفاضل ألحب بالأستاذ خالد بالبواب، نائب رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا سيدة وكل مشاهدين قناة. مرحبا أستاذي الكريم. أكيد مع ارتفاع الكبير والحاصل في جرائم وإرهاب الطرقات، أكيد المسؤولية هي اليوم مسؤولية الجميع، واليوم أضحى من الضروري توعية الجميع، وأنتم كجمعية خاصة لحماية المستهلك نتحدث عن النشاطات وكذلك عن الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقومون وتشرفون عليها كذلك في هذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله الأخت كريمة، أنه هذا الموضوع زحمة المرورية أو حوادث المرور صبحت موضوع في كل عائلة، يعني كل عائلة تتكلم في هذا الموضوع. صحيح. لأنه صبح كابوس خطير، وهذا الموضوع هذا خلى أثر على المجتمع في كل ميادين، ميادين تاع الصحة، ثم ميادين تاع الاقتصاد الجزائري، ثم موضوع آخر اللي هو البيئة، ثم موضوع آخر اللي هو المجتمع. لأنه ما يخفلكش أنه عندما يكون زحمة في المدن أو في الطرقات، هذه الزحمة هذه راح يكون فيها تأثير كبير على الأهالي وعلى الأسرة الجزائرية، فما بالك يعني لما تكون الام هذيك او الزوجه او الاخت تعمل وتجي في هذيك الزحمه. صحيح. يعني توضع في اكثر من ساعه او ساعتين في الطريق، على ما تدخل البيت تدخل يعني على اعصاب، على مشاكل في مخها، ثم ينتظرها بعض المشاكل اللي موجوده في الارض. والعكس، حتى الاب هذاك او الزوج عندما يكون في هذا الاختناق المروري او الزحمه هذيك، فيدخل هو كذلك في اعصاب كثيره، سواء كنت في الحافله او كنت في السياره، الا وتكوني في اختناق تاع المرور، لانه هذا الكابوس هذا هو يمشي على تقريبا 25 سنه، وجمعيه امان لحمايه المستهلك وهي تطالب ببعض الحلول. هناك بعض الحلول اللي قامت بهم وزاره النقد، لكن يعني الطريقه اللي راهم يمشوا بها يعني ماشي طريقه سريعه، لانه عندما نطلب احنا نقولوا باللي لازم انجاز طرقات اخرى وانجاز المترو او تراموي. هذا الانجاز هذا تاع المشروعات الكبرى تتطلب وقت وتتطلب دراسات وتتطلب اشياء واموال الى غير ذلك. لكن احنا عندما نتكلموا على حوادث المرور او على الازدحام السيارات، قلت لك انه حتى يتاثر حتى على الاقتصاد الجزائري، لانه اذا كان البضاعه هذيك ما وصلتش في وقتها راح تاثر على بعض التجار، وهذوك التجار راح يرفع السعر الى غير ذلك. هذه الامور موجوده وحنا لاحظناها. ثم فيه امر اخر وهي الصحه، لانه الصحه هذه بعض الناس هما بنفسهم يشتكيوا الاطباء، سواء كان طبيب عام او نفساني، يقول لك عندي يعني اكثريه فهم الناس في الازدحام تاع المرور هذه اللي اثرت على الذهنيه تاعو، وصبح يتقلق وصبح يامر حتى حوادث المرور. علما ما يكون هذاك المواطن الجزائري في ازدحامه، ثم يخرج من ازدحامه بطبيعه الحال راح يسرع، وعندما ما يسرع راح باش يربح هذاك الوقت اللي يضيعه، فيقوم بحوادث مرور غير مباشره، لانه هما بنفسهم يقول لك انا كنت في ازدحام
ثم خرج من هذاك الازدحام، حبيت نربح الوقت ففقدت الوعي تاعي وهذاك القلق. يعني الى يمكن ان نقول ان الازدحام المروري كذلك هو سبب من سبب اسباب, من أسباب تصاعد وتيره تصاعد لانه كل الاحصائيات اللي عندنا احنا كجمعيه امن حمايه المستهلك عندنا بعض الاحصائيات اللي هي يعني مخوفه، لانه اكثر من 4000 وفاه في كل عام. يعني لو كان واحد الانسان يشوف يعاود يطالع يلقى انه لو كان هناك بعد شهر حرب ما يكونوش موتى تاع 4000 و 5000. حنا في الجزائر عندنا اكثر من 4000 والاغلبيه وهم شباب. يعني الاحصائيات اللي شفناها مع الوكاله الوطنيه للطرقات قال لك الاغلبيه هما شباب، شباب اللي عندهم يعني هذاك ما يسمى بالدرجه الناريه الموطو، او الشباب اللي عندهم بعض السيارات اللي هو يفقد الوعي تاعه ويحب يسرع لانه في ذهنيه تاعه انه لازم يسرع هو يعرف يسوق الى غير ذلك. هذا الامر هذا، لكن المهم اللي احنا حبيناه باش يكون لانه احنا ما قمناش باستثمار في ذهنيه المواطن. يعني استثمار كان ضعيف، وهذاك الاستثمار عما ما يكونش موجود في ذهنيه المواطن الجزائري راح يخليه انه يكون فيه هناك بعض حوادث المرور. لانه حتى ودير طرقات وتنشا الطرقات بقات ذهنيه تاع المستهلك المواطن الجزائري، لانه اصبحنا نسارع عما ما يقولوا من مدينه الى مدينه. انا درت 3 سوايع، الاخر يقولوا انا درت 2 سوايع، يعني فيه تنافس على السرعه الى غير ذلك. هذه الاشكال هذه خلات انه الحوادث المرور ترتفع اكثر فاكثر، لانه هذه الحوادث المرور موجوده عالميا. لكن الدول الاخرى يعني طبقت القانون، لانه الفساد الاخت كريمه لا يحارب بالتوعيه او بالتحسين، يحارب بتطبيق القانون. وعندما ما نقول بالتطبيق يعني الردع الكامل، لانه عندما ما تسامح له انت في هذا الامر هذا راح هو يقول لهم سامحوا لي ممكن نقوم باعمال اخرى، وهذيك الاعمال الاخرى راح تؤدي حتى وانت تكون تطبق قوانين المرور، يجي واحد ما يطبقش قوانين المرور يديك التهلكه ويقوم يعني باصطدام معك وتدخل انت في امور اخرى. لكن ما هو الحل؟ لازم يكون هناك حل. جمعيه الامن لحمايه المستهلك يعني ما قعدت مكتفه الايدي، هناك ورشات قمنا بها 3 ورشات تقريبا على ما اظن، وكان فيها هناك مسؤولين حضروا معنا من وزاره النقل، من وزاره البيئه، من وزاره النقل، حتى اطباء من علم النفس، وتكلمنا في هذا الموضوع هذا. لابد من وجود حل لهذا الامر هذا تاع السرعه هذه. اولا هو لابد تطبيق القانون، يعني بمعنى القانون تطبيقه بدون رجع، يعني حاجه الاولى. ثم هناك لازم يكون فيه برنامج تاع الوقت، لانه ما يخفيكش انه هنا كل عمال الجزائريين عندهم وقت واحد يدخلوا على 8 ويخرجوا 4. هذا الوقت هذا خلى يكون فيه ازدحام تاع المرور كثير في المدن الكبيره، ميت وهران، ميت قسنطينه، ميت العنابه. هذه الاوقات هذه لابد من يعني دراستها وتبديلها. كان فيه هناك حل في الصحراء على يعني الحراره الشديده اللي كانت، صبحوا العمال يدخلوا من 6 تاع الصباح حتى 12، يعني نقصوا هذاك الازدحام. احنا لهنا كلهم يخرجوا في وقت ويدخلوا في وقت، وعلى كل بال على كل المواطن الجزائري انه اصبحت الان الام تخدم والاخت تخدم، فهي تصاحب اولادها معها الى العمل باش تحطهم في بعض المدارس الخاصه، ومن بعد كي تخرج على 4 يعني تروح هي بنفسها باش تجيبهم، تدخل في ازدحام اخر، وهذاك الازدحام راح يسبب هناك حوادث مرور. نعم أكثر. كذلك استاذ الكريم، من العوامل المسببه في حوادث المرور عامل الاحوال الجويه، لكن ممكن. اكيد السائق يمكنه التحكم في سيارته في مركبته، فهو المسؤول الاول لمراقبه السياره وايضا في التعامل مع السياقه حسب الظروف المناخيه. والله في الحقيقه هما يعني ما لاحظناه، يعني احنا على ما زلنا للصحه، وكان هناك يعني تنسيق مع حتى مع وزاره النقل. هاد الناس هذوك اللي تكلموا معاهم حتى وتكون احوال جويه، يعني حتى وتكون احوال جويه الذهنيه تاعو مازال انه لازم يسرع ولازم يقوم بواحد السرعه فائقه، يعني يخرج عن النطاق تاعو. حتى وتكون اشارات يعني تقول هي 120، لا هو لازم يمشي 140، حتى وتكون اشاره تقول 80 يقول لك انا ما نمشيش 80. حتى عندما ما تكلمنا مع الوكاله الوطنيه تاع المرور قال لك احنا نعودوا اشاره 80 على بالنا راح يفوتها، على بالنا راح يفوتها نحطوا له 80 باش يتوعى هذا المواطن. رغم هذه الاشارات، رغم هذه التوعيات، بقات انه الذهنيه تاع المواطن الجزائري مازال فيها استثمار كبير. صحيح. كبير باش يتوعى ويعاود يتراجع، لانه
الان اعطيك مثال اخر باش نقدروا نتفاداو هذا حوادث المرور ونتفاداو ازدحام السيارات. في حل اخر لماذا ما نستثمروش في النقل تاع العمال؟ لان هذه الدائره هذه تنحال النقل تاع العمال، نحاوها خلاو كل واحد يجيب السياره تاعو الحافله، خلى هذاك العامل هذاك يتاخر على التوقيت تاعو، عما ما يتاخر على التوقيت تاعو راح يسبب هناك مشاكل مع الشركه تاعو حتى الاقتصاد، لانه اذا كان هناك بعض الحافلات تنقل العمال ونوضع طريق يعني خاص صارف للحافلات هذوما، خاص للحافلات ان السياره خاصه ما تقدرش تجاوز هذا الامر هذا الا النقل تاع العمال، ممكن يكون فيه هناك حل او تبديل البرنامج تاع التوقيت هذا لابد بسرعه باش يكون هناك حل، لانه اذا كان ندخل كلنا على 8 ونخرجوا على 4 مستحيل ان يكون عندك الوقت. انا فيه شكوى مؤخرا اشتكى لي احد الانسان قال لي انا من مدينه ولاد فايد حتى لمدينه ساحه اول ماي دارت ساعتين، يعني تصور انت ساعتين هذاك وفي السياره القلقه وتضيع البنزين الى غير ذلك، فراح بطبيعه الحال راح يسبب في مشاكل وراح يسبب في حوادث المرور اللي كنا ان شاء الله احنا ما نتمناوش حتى للواحد. مهم جدا كذلك استاذ الكريم اهميه نتحدث عن اهميه التكوين النوعي للسائقين ورفع مستوى كذلك القدرات الشخصيه بالنسبه للمرشحين لتعليم السياقه، لابد اكيد ان نعي المعيار النفسي والمعيار البسيكولوجي. واليوم نتحدث عن انواع للسائقين، نتحدث عن السائق المتردد، المضطرب، السائق العنيف ان صح القول والعدواني، وكل هذه الفئات هي عبارة عن حالة نفسية يعيشها هؤلاء الأشخاص. الأخت كريمة هذا الموضوع هذا كان في نقاش كبير وحاد يعني مع وزارة النقل، لأنه احنا طلبنا حتى السن هذاك تاع باش يتعلم السياقة يرتفع سواء البنت أو الرجل، لأنه 18 سنة بالنسبة لنا احنا مازال ما كملش العقل تاعو، لأنه هما شباب يعني ما يقوم بسياقة السيارة هذه الا وينفعل انه بواحد الطريقه غير اخلاقيه هو بنفسه. فكان هناك قال لك لابد علينا انه يكون فيه موضوع، هذا الموضوع هذا باش يرفعوه الوزاره الخاصه هي اللي تقوم بتحديد السن هذا، لانه السن هذا ما راحش احنا باش يخدم اي مجتمع جزائري او راح يخلص في حوادث مرور. لكن فيه امر اخر، المدارس هذه تاع التكوين هذه لابد من اعاده النظر فيها، لانه المدارس هذه هي بنفسها تسبب في بعض الاحيان في مشاكل، لانه بعض الشباب احنا باش نكونوا صراحه يقول لك انا عندي بيرمي اسيوري، يعني هذاك السياقه رخصه السياقه تاعو راهي مضمونه، فيه طريقه هما يقوموا بها، احنا طلبنا اعاده النظر، لانه هذه الحوادث المرور هذه راهي سبت في مشاكل كبيره. ناهيك الناس هذو اللي ماتوا رحمهم الله، لكن هناك ناس اللي هما اصبحوا معوقين وعما ما يكون معوقين راح يطلب اموال كبيره للخزينه تاع الشعب الجزائري، لانه الان عما ما نتكلم معك انا هنا تلاقيت ذات يوم مع احد الممثلين تاع جمعيه كف اليتيم، فهناك كان نقاش عما ما تكلمت معه قلت يعني ما نوعيت هذا يعني الارامل اللي عندكم الى غير ذلك، قال لي السبب الاول هما يعني رجالهم ماتوا في حوادث المرور، يعني الاغلبيه ماتوا في حوادث المرور، لانه هاول الاشكال هذا اللي خلات حتى بعض الاهالي تصبح يعني يتيمه وبدون يعني امور اللي هما ما يكونوش يتمنوها حتى يصبحوا فيها. الان احنا كجمعيه امل لحمايه المستهلك طلبنا انه اعاده النظر في السن، وطلبنا اعاده النظر اعاده برنامج المدارس هذه، ثم طلبنا انه اعاده برنامج تاع التوقيت، وعندما ما نقوم ب يعني انجاز المنشات يعني السكنات الى غير ذلك نوضع فيها مرافق لهذيك السكنات باش المواطن الجزائري او المواطنه الجزائريه ما تاخذ سيارتها وتنقل من مكان الى مكان باش تقضي حاجتها. اذا كان هذوك المرافق خدامها بطبيعه الحال راح تقوم هي. انا نتكلم معك لانه الى لاحظتي الاخت الكريمه انه في كيكون عطله تاع التلاميذ ينقص ازدحام، ينقص حتى حوادث المرور تنقص. يعني هذو هما الاحصائيات اللي عندهم. لماذا؟ لانه هذيك المدارس هذوك تقوم بعض الاهالي تقول لك انا ندي وليدي مدرسه فلانيه وهذاك يقول ندي الثانويه فلانيه، هذا الامر هذا اللي خلى في بعض الاحيان نقص المرافق تاع التعليم
في 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 بعض الاحيان اللي خلات انه الاهالي هذوك تقوم يعني بنقل اولادهم الى المدارس. والان صبحت حتى ويكون الولد بعيد 500 ولا 600 متر تقوم اخذ السياره تاعها باش تجيب وليدها في السياره. هذا راح تقوم انت في ازدحام تاع المرور، تضيع البنزين، تضيع الوقت، نعم، الى غير ذلك. هذه نعم الامور موجوده. نعم مهم جدا. كذلك استاذ الكريم نتحدث عن اهميه تدريس يعني حصه في الاسعافات الاوليه بالنسبه للمدارس الخاصه بتعليم السياقه دائما، وبامكانهم ايضا الاستعانه بمصالح الحمايه المدنيه حتى يقدموا حصه في الاسعافات الاوليه للمرشحين تعليم السياقة دائما حتى يتمكنوا مستقبلا من إسعاف أنفسهم أو إسعاف الآخرين، خصوصا مع الازدحام المروري كثيرا ما تتأخر سواء سيارة الإسعاف أو الحماية المدنية في الوصول دائما إلى مكان الحادث. وحتى يعني في هناك بعض الناس ربما الذين يقدمون مساعدات عن جهل وقد يتسببون كذلك في حدوث إعاقات دائمة للضحايا، وبالتالي أضحى من الضروري ربما تدريس هذا الفرع، فرع الإسعافات الأولية، في مؤسسات وفي مدارس ومراكز تعليم السياقة. والله شوف الأخت كريمة، احنا في تنسيق مع الحماية المدنية وهم يعرفون احنا نعرفون، هم عندهم برنامج وهذا البرنامج هذا يوضعوه حتى أصبحوا يدخلوا بعض المدارس ويقوموا بهذا العمل. لكن الإشكال أنه هذاك التلميذ أو هذاك المواطن الجزائري ما يعطي لهاش أهمية، هو بنفسه ما يعطيش أهمية لهذا الأمر هذا، وكأنه الأمر ما يهموش. هاو الذهنيات اللي موجودة، لأنه أنا في أول كلام قلت لك أنه لابد علينا الاستثمار في ذهنية المواطن الجزائري. إحنا ما قمناش بهذا الاستثمار، عندما ما نقوموش باستثمار في ذهنية المواطن الجزائري فبطبيعة الحال راح ندخلوا في مشاكل كبيرة. حتى وإن كان أنه الحماية المدنية يعني فيها عمل كبير وفيه برنامج كبير لحماية المواطن الجزائري، ولكن تبقى هذا الإشكال هذا أنه فيه حوادث مرور كثيرة. أعطيك على سبيل المثال أنه صبحنا يعني كل صباح إلا ويكون فيه هناك حوادث مرور وفيها صحيح. يعني ما كاش نهار ما تسمعيش انا هنا. حتى الحفر استاذ الكريم التي ربما يصادفها السائق في طريقه عندما يحاول ربما يعني حتى يتفادى هذه الحفره قد يكون كذلك وقد يقع في حادث مرور. هذا اسباب من الاسباب، لكن هذه الاسباب هذه يعني ناقصه، هي الاسباب كلها تقاريرات اللي شفناها احنا مع حمايه المدنيه الا ويكون فيها هناك سرعه فائقه، لانه هو بنفسه يقول لك اصبح يتنافس، قلت لك اصبح هناك تنافس. عندما ما يقول له عندما الان انت تطبق القوانين وتطبق اشارات المرور فينظروا لك كاع الناس كانك غريب. يعني اعطيك سبيل المثال، عندما ما تشوفي انت اشاره قف فبطبيعه الحال راح تحبسي السياره تاعك، يجوا سياراتنا يعني وراك ويبداو هما بنفسهم يديروا لك الضغط باش تسير. هاي في اشاره يعني فيه ناس اخرين يقوموا بالضغط يعني غير اخلاقي حتى سبب الاشكال. اعطيك امور اخرى، اذا كان هناك علامه يعني عدم انحراف او عدم تجاوز او خلي مسافه بينك وبين السياره، ما تلقاش هذه المسافه حتى تطبقيها انت، يجي انسان اخر ويكسر هذاك القانون عليك. لذلك قلت لك انه هذه الامور هذه الفساد هذا نوع من الفساد ما يتحاربش بالوعي، ما يتحاربش بالوعي. حتى وتكلمي معاه، انا شخصيا تكلمت معاه عندما قام بحفله المرور، قال لي السرعه في الدم تاعي. يعني يكفيك هذا الجواب. لابد علينا الان هو تطبيق القانون بصرامه. هذا عندما ما نطبقوا القانون بصرامه نوصلوا الى بعض الحلول باش هذاك الانسان هذاك عندما ما يتفكر هو انه عنده غرامه ماليه كبيره، هذيك الغرامه الكبيره هي راح تكلفه من الجيب تاعو اموال، هنا راح يتذكر هو. لانه احنا عندما ما تكلمنا مع الامن الجزائري قلنا لهم يعني ما كان تنحيلوا رخص السياقه، لانه حتى تنحيلوا رخص السياقه راح يسوق هو، تنحيلوا رخص السياقه وراح يقوم يعني بسوق بالسياره تاعو حتى تخلص المهله تاعو. الان قلنا الحل هو لازم يكون فيها رضع كبير، مبلغ كبير، باش يفهم هذا المستهلك هذا او المواطن الجزائري انه راك في خطوره، راك سببت في اموات كثيره. اصبحنا الان عندما ما زرت بعض المستشفيات
هذا اللي موجود هنا فيه تقصرين كل شباب يعني معوقين. عندما ما تكلمي معه يقول لك غلطت جريت، غلطت مع ما طبقتش القانون، غلطت شفت اشاره وما درتهاش، عيطوا لي في البيت قالوا لازم تجيب بسرعه الى غير ذلك. هذا الامور اللي سببت لهم. عندما تدخل وتهدن وتكلم يعني ببساطه يقول لك لا انا الان راني ندمت، يا اخي الان كي تندم راه بالحل خلاص موقف. هذا هو الامر اللي لازم حتى في جمعيه تاع المعوقين هما بنفسهم يشكيوا، يعني فيه تزايد كل عام، فيه يعني احصائيات مرتفعه في هذا الامر. هذا لازم نقوموا الان، ما كان حتى حل سوى حل هو الردع القاسي، هذا هو الحل. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونتمنى دائما من مشاهدينا الكرام الالتزام دائما بالقوانين وأيضا السياقة بوعي وأيضا بأخلاق أولا وقبل كل شيء. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم خالد بالبواب نائب رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، طالما تجندت الجمعيات الناشطة في المجال الخيري والتطوعي في مختلف المواسم الدينية والاجتماعية لمرافقة ولتوفير مختلف الاحتياجات والحاجات للعائلات المحتاجة، ودائما تزامنا أيضا مع الدخول المدرسي العديد من الجمعيات التي نظمت عدة حملات خيرية لتوفير الأدوات المدرسية والمحافظ وتوزيعها على الأطفال اليتامى وتلامذة العائلات المحتاجة. الزميلة أحلام قطاف تحدثكم أكثر في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ركن أمة الخير. في ظل النشاط الخيري والعمل التطوعي والذي من خلاله تسعى المؤسسات الخيرية إلى مساندة العائلات محدودة الدخل والفئات المحرومة، وتزامنا والدخول الاجتماعي، ها هي اليوم المؤسسة الخيرية البسمة لولاية عين الدفلة تواصل توزيع الأدوات المدرسية على العائلات. تابعوا معنا. شكرا على زيارتكم، هذا شرف لنا ودعم لنا إن شاء الله. بمناسبة الدخول الاجتماعي، حدثنا كيف كانت التحضيرات قبيل هذا الدخول الاجتماعي، يعني لمساندة العائلات المحتاجة، وكذلك كيف كان التواصل مع المحسنين والعائلات التي تطلب منكم المساندة. احنا ككل سنة في مناسبة الدخول الاجتماعي وأيضا الدخول المدرسي أصبح العامل تاعنا روتيني أو احتيادي أنه استقبال الملفات ودراستها، خاصة الملفات الجديدة وفق احتياجات العائلات وأيضا تصنيفها حسب طبيعتها. معناتها عندنا فئة الأرامل، عندنا فئة المطلقات في وضع صعب، والفئة الثالثة وهي فئة للأباء تاعهم معاقين وأصحاب أمراض مزمنة، والفئة الرابعة وهي فئة المسنين. نحن كلنا عزم وإصرار على مواصلتنا ومجهوداتنا للعمل فيما يحتاجه التلميذ، يعني العمل المدرسي، يعني المحفظة المدرسية بصفة عامة. يعني لدينا الكثير من العائلات اللي تحتاج أدوات مدرسية، والعملية تاعنا مازالت مستمرة، رانا في الأسبوع الثالث على التوالي. من هنا يعني نوجه نداءنا للمحسنين، يعني يقدمونا المساعدات سواء عن طريق الصفحة تاعنا اللي هي الجمعية الخيرية البسمة 44، وأيضا شركائنا اللي احنا نتواصلوا معاهم، يعني كاين عندنا حالات يتكفلوا بها، كاين محسنين نوجههم مباشرة للعائلة، لأنه احنا عندنا عائلة نحصوهم كامل، يعني ولادهم واش يقرا وشحال يلبس وكلش، على علم كل أفراد العائلة. وعقب تجهيز الأدوات المدرسية انطلق رئيس الجمعية والأعضاء لتسليمها إلى العائلات القاطنة بالمناطق النائية ومتابعة انشغالاتهم الأخرى، آملين في صنع البسمة على وجوه هؤلاء.
كم تشوفوا كيفاش عمي قويدر كيفاش راه ساكن عنده خمس اولاد صغار، نتمنى انه كل يوم يشوفوا فينا خاصه المحسنين السلطات المحليه يتكفلوا بهذه الحال. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في رحاب القران الكريم. نتواصل واياكم من خلال قناه القران الكريم من الجزائر مع برنامج الماهر بالقران. قلب ففاض بحب كتاب الله اشرق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ظلماتي أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لأن هذه القواعد هي عبارة عن وسيلة فقط تؤدي إلى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة يرضى عنها ربنا جل وعلا. شكرا يا رب يمحو عتم الليل المظلم يروي ظما. الماهر بالقرآن على المباشر كل جمعة بدءا من العاشرة صباحا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد إلى هذه المساحة الزمنية المخصصة دائما للحديث عن مختلف الحملات الإغاثية والخيرية التي تقوم بها جمعية بسمة بولاية عين الدفلة. يحضر معنا مشاهدينا الأفاضل محمد قطاري وهو رئيس جمعية البسمة عين الدفلة، نتعرف عليه وعلى نشاطات الجمعية بعد قليل. لا يوجد فاصل، نرحب به مباشرة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم محمد قطاري، مرحبا بك. وسهلا وشكرا على الاستضافة والترحيب. أهلا وسهلا بك. جمعية البسمة بولاية عين دفلة، وقد شاهدنا قبل قليل تلك الصور، صور التلاحم والتضامن والتكافل الاجتماعي من خلال الحملة التي أطلقتموها مؤخرا لجمع مجموعة من اللوازم والأدوات المدرسية والمحافظ لتوزيعها كذلك، وقمتم بتوزيعها على العائلات المحتاجة وعلى الأطفال الفقراء والمحتاجين. نتحدث بداية، قبل أن نتحدث عن الحملة، لو تقدم للجمهور نبذة مختصرة ووجيزة تعرف فيها جمعية البسمة، ونتحدث كذلك عن الأهداف التي أسست لأجلها هذه الجمعية. أنا أقول من خلال هذه الصور هذه أنشئت الجمعية الخيرية للبسمة لأجل هذه الأشياء، ما شاء الله، إغاثة وزرع البسمة في وجوه العائلات المحتاجة المعوزة والأيتام والأرامل. بدءا أن الجمعية الخيرية للبسمة تأسست في 2007 في العاشر فيفري، تحصلت على الاعتماد الفعلي، كانت تنشط قبل ذلك كأفراد. ثم اجتمعنا مجموعة من الطلبة الجامعيين خريجي الجامعات الجزائرية آنذاك لتأسيس منبر خيري في ولاية عين دفلة ردا للجميل، لأنه نحن أيضا كنا استفدنا من تكوين، استفدنا أيضا من أشياء أخرى كنا نتطلع أن نعيشها في طفولتنا أردنا صحيح. أن لا يعيشها غيرنا، ومن خلالها أن نساهم ونضع بصمتنا في ولايتنا. ما شاء الله. وجمعية بسمة بولاية عين دفلة على غرار الجمعيات الأخرى كذلك الولائية والوطنية ترافقون العائلة المحتاجة في مختلف المناسبات الاجتماعية كذلك وحتى الدينية. واليوم كذلك تزامنا مع الدخول المدرسي قمتم مؤخرا بهذه الحملة الخيرية وبتوزيع المحافظ على الأطفال، نتحدث عن هذا النشاط الأخير. قبل ذلك شعارنا هو تكافل تواصل تضامن. من خلال هذه الثلاث كلمات استنبطنا أهداف الجمعية ونشاطاتها. أيضا نشاطات الجمعية متعددة وهي طيلة السنة. طيلة سنة نرافق مجموعة من العائلات المسجلة بالجمعية، وأيضا المنطق أنه يفرض كم علينا كم عدد العائلات المسجلة؟
أزيد تعملون على مستوى الولاية أو على مستوى الدائرة والبلدية؟ احنا جمعية ولائية، معناتها نشاطنا يمس 36 بلدية من بلديات. وعندكم فروع في كل بلدية ودائرة؟ لا نغطي كامل بلديات من خلال الفروع، ولكن نغطيها من خلال أنشطتنا، لأنه الفروع يتم تأسيسها وفقا لطلبات أعضاء. صح. ولكن هذه الأعضاء لازم تكون تستوفي مجموعة من الشروط التي تحددها الجمعية. بقية البلديات يتم المكتب الولائي تغطية احتياجات هذه العائلات. هذه العائلات سواء تتواصل معنا مباشرة أو يدلون علينا عليها ناس يعرفهم، معناتها وحنا يتم تسجيلهم، وبعد معاينتهم متأكد من صحتهم يتم سنويا تحيين القوائم التي تتكفل بها الجمعيات، جمعية البسمة، بناء على حالات هذه العائلات. كاين حالات اللي تتحسن وضعيتها الاجتماعية يتم إخراجها من القوائم، وكاين عائلات تسجل تكون مسجلة جديدة، لأنه مثلا كاين خلال هذه السنة تترمل تلك الأرملة بوفاة زوجها. صحيح. تبدأ في حاجة إلى إعانات. كاين بعض العائلات اللي تحسن وضعيتهم من خلال توفير لهم ما يمكن توفيره من فرص عمل، أو أبنائهم يكبروا يصبحوا هما مستقلين بحياتهم الاجتماعية وحياتهم اليومية، ويكونوا هما أجدر بأن يتكفلوا بعائلاتهم. نعم، مهم جدا. كذلك كم عدد العائلات إذا ممكن، عدد العائلات التي تشرفون عليها؟ العائلات تقارب أو تفوق 1000 عائلة من خلال العائلات المسجلة بالجمعية، وأيضا بالمكتب الولائي، وأيضا بمختلف الفروع التابعة للجمعية، مقسمة إلى فئتين. الفئة الأولى وهي العائلات التي تسكن المناطق الحضارية وشبه حضارية، وتركيزنا الأهم هو على العائلات التي تسكن بالمناطق النائية والمناطق الجبلية. معناتها هاد تلك العائلات نخصص لها قوافل إغاثة سنوية، في خاصة في مختلف المناسبات، سواء حملة شتاء دافئ، الإغاثة في رمضان ولباس العيد، وأيضا الدخول المدرسي. بقية العائلات أيضا يتم تخصيص لها برامج وفق احتياجاتها. عندنا عائلات اللي تستفاد دوريا وشهريا لأنه مدخولها منعدم أو قليل جدا. بقية العائلات اللي عندها مدخول مقبول، معناتها يتم ربما هذه لديها مدخول مقبول كما ذكرت تستنجد بكم فقط في المواسم الاجتماعية، مثلا العائلات التي تملك 4 تلاميذ 4 أطفال وعندها مدخول مثلا 15,000 دينار جزائري، حتى في عيد الأضحى المبارك التي عيد الأضحى، عيد يعني فيه عائلات محتاجة، عيد الفطر. وكي نقولوا هذيك، أنا دائما نقول لهم هذه ما تقعدش للجوع، وكاين عائلات تصلنا نداءاتها يوميا أنه حتى لقمة العيش ما تلقاهاش. معناتها هذه العائلات تصنف في القائمة الأولى والقائمة الحمراء اللي تتطلب متابعة دورية لها ومستمرة. ونعمل حتى أنه نجد لها سواء مصادر رزق أو محسنين يتكفلوا بها تكفل مباشر حتى تصل إلى مستوى معيشي أرقى. نعم. وأيضا حتى يكبروا أولادها إن شاء الله. نعم، ما شاء الله. وكذلك أنتم تعملون كذلك مع، يعني ترافقون العائلات، ربما الآباء أصحاب الدخل المحدود كذلك في مختلف المواسم، يعني فقط يعني المرافقة ليست مستمرة وليست دائمة وليست على مدار العام، لكن مثلا في الموسم الدخول الاجتماعي أو في عيد الأضحى فيه مرافقة هكذا. أكيد، خاصة في الدخول المدرسي، أنه نتمنى أنه أو رغبتنا وغايتنا أنه لا يتخلف طفل عن الدراسة بسبب قلم أو كراس أو سيالة أو محفظة أو حتى حذاء أو لباس، لأنه ممكن اليوم يجوع غدوة نقدروا نخلفوا له أنه يأكل ويشبع كامل، ولكن إن تخلف عن الدراسة لأسبوع أو أسبوعين
ولظروف ما ممكن حتى أنه ينقطع على الدراسة، وانقطاعه على الدراسة معناتها يضيع ممكن طاقة من طاقات المجتمع المهدورة. نعم مهم جدا، جزاكم الله خيرا، أكيد أنتم تساهمون من خلال نشاطكم، من خلال هذه الجهود المبذولة تساهمون في رسم البسمة في وجوه الأطفال وفي وجوه اليتامى، وكذلك في زرع الفرحة في قلوب آبائهم وأمهاتهم. نتحدث كذلك اليوم أمام الظروف الاقتصادية، أمام تراجع القدرة الشرائية، هل أثر ذلك على نشاط الجمعية؟ هل زادت مثلا قائمة العائلات المحتاجة لدى الجمعية؟ أكيد أنه قائمة العائلة المحتاجة توسعت وتوسعت بشكل رهيب، يعني في السنة هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارقة، سنة عن سنة، خاصة بعد الجائحة، أنه سنة بعد سنة تراكمات هذه الظاهرة بدأت تظهر، خاصة في هذه السنة مع غلاء المعيشة، ارتفاع في المواد الغذائية وغير ذلك من مختلف المواد، وأيضا انعدام أو فقدان مناصب شغل اللي كانت مثلا المحلات التجارية كانت تكفي أو يشتغل بها أكثر من شخص، وهذه المحلات التجارية من خلال هذه الأشخاص العاملة بها معناتها أبواب رزق لعائلات كانت مفتوحة، ولكن الظروف الاقتصادية أثرت على ذلك، لكن الحمد لله أنه رحمة ربي كبيرة واسعة بدعم من المحسنين وأيضا شركائنا في الخير من مختلف الجمعيات، سواء المحلية بعين دفلة أو البليدة أو العاصمة، عندنا كثير من الجمعيات عندنا علاقات شراكة بيناتهم يدعمونا أو حتى يقوموا بزيارات أو بحملات إغاثية عن نكونوا رافقوهم إلى المناطق النائية. نذكر من هذا الباب جمعية ورود الأمل اللي من البليدة اللي دائما شارك دائم، وأيضا جمعية قوافل الخير العاصمة اللي دائما ما تدعم جمعية البسمة، أيضا جمعية الخير في قلوبنا، وعندنا مجموعة تطوعية تنشط عبر صفحة الفيسبوك وهي يد الخير أو ما دوبيا اللي ترأسها الأخت إليسا، اللي دائما ما تقدم لنا السند المادي والمعنوي لتكفل بهذه العائلات، والحمد لله احنا دائما بداية من أي مناسبة كما يقولوا نشدوا قلوبنا بيدينا، نقولوا بالك جينا نداءات وما نقدرش نلبيوها، ولكن بعد توكل على الله سبحانه وتعالى وبدعم وثقة شركائنا وأيضا المحسنين الحمد لله. مثلا في حملة الدخول المدرسي لحد الآن وصلنا إلى التكفل بنسبة 95% من العائلات أو النداءات التي تصلنا وتصلنا يوميا، ما زلنا مستمرين في تلبية بقية احتياجات. كنقولوا أيضا على التكفل في الدخول المدرسي، هذه السنة أقمنا أيضا حملة تحسيسية وهي أنه حتى العائلات المحتاجة تدعم بعضها البعض، كيف ذلك؟ معناتها اللي عنده محفظة تصلح يخليها يحتاج ندعمه فقط بالأدوات المدرسية والكتب، ومحفظة اللي كنا راح نخصوها له ونخصوها العائلات أخرى، والحمد لله مشت الأمور كما يجب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم محمد قطاري، رئيس جمعية البسمة بولاية عين الدفلة، شكرا جزيلا لك، وشكرا على حضورك معنا في قناة القرآن الكريم، وشكرا كذلك على كل الجهود التي تقدمونها خدمة للمواطن وللمحتاج الجزائري، وأنتم هكذا أكيد تساهمون في ترقية المجتمع الجزائري، وتساهمون كذلك من خلال نشاطاتكم، من خلال حملاتكم الإغاثية والخيرية في مرافقة الجزائر في مختلف المواسم، وفي أيضا ما شاء الله يعني عندما نشاهد هكذا شباب ناشط في مجاله، ناشط في العمل الخيري، وليست يعني الجزائر الحمد لله في كل مرة شبابنا يرسمون لنا مختلف مشاهد التطوع، مشاهد التكافل الاجتماعي، مشاهد الخير بصفة عامة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. العفو، شرف لنا أنه متواجدين معكم في هذه ولنا القناة عظيم طيبة، وأيضا حبيت نقول كلمتين. نعم دائما نقول لهم هذا التوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى ومشي بشطارتنا، وأيضا احنا
نسعد بأن نخدم هذه الفئات معناتها بلا مزيات. جزاكم الله عنا وعن الجزائريين كل خير، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك محمد قطاري رئيس جمعية البسمة عين الدفلام. مشاهدينا الأفاضل تتابعونا على قناة القرآن الكريم كل يوم جمعة على الساعة 10 صباحا برنامج الماهر بالقرآن من تقديم الأستاذ عبد الكريم حمدوش، فمتابعة طيبة وشكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشوق النعيم وقاطر الندى سلام عليكم عليكم سلام سلام عليكم عليكم سلام صباح